طبعا سيقضون طبعا هذا الطلب، وضربات قادمه يعني شاوم ابوا، يعني ضربوا امريكا او لم تضربوا. الضربات حتى لو توقفت القتال او الحرب في غزه، الضربات قادمه، وهذه الجماعات يجب ان لا تبقى في العراق، يجب ان تسود القانون والدستور في العراق. بعد شهرين تقريبا او اكثر سوف تعقد مؤتمر سلام، مؤتمر امني للشرق الاوسط، يشارك فيها من ضمن الدول التي تشارك هو العراق. العراق ستشارك في هذه المؤتمر، في هذا المؤتمر. فيعني الضربه قادمه للفصائل، شاوم ابوا، اما ضربوا امريكا ام لم تضربوا. نعم. الضربه قادمه، والايام السوداء تنتظرهم مثل ما يقول.